بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معالي السيد الوزير والصديق الأخ محمد أنور معروف معالي السيد إبراهيم سانو مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات معالي السيد عادل شليوي والي سوسة أصحاب المعالي والسعادة ضيوف تونس وضيوف الاتحاد الدولي للاتصالات أهلا بكم في تونس وأهلا بكم في سوسة وأهلا بكم بمدينة الحمامات يسعدني في البداية أن أعبر لكم جميعا عن اعتزازي وفخري بأن أكون بين هذا الحشد الغفير من الاختصاصيين وأصحاب المعرفة الدقيقة بعالم الاتصالات من منظمات وقطاع ومشغلي اتصالات وقطاع خاص وممثلي للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وبما أنني في إطار المؤشرات والأرقام فأنني سعيد جداً أن أعلن أن هذه الندوة قد شارك فيها أو سيكون من بيننا 96 دولة ولعمري أن هذا الرقم لمثل هذه الندوات المختصة رقم يمكن لتونس ويمكن الاتحاد الدولي أن يفتخر به لأنها مهمة صعبة أن نجد الوقت لدى المختصين ولدى أصحاب الاختصاص الدقيق في هذا الميدان أن يحضروا إلى تونس لمدة 3 أيام وهذا رقم يجب أن نفتخر به وأكثر من هذا فإن عدد المشاركين والمختصين أي الأشخاص الذين وفدوا علينا من العالم لهذه التظاهرة بلغ 556 مختص وهذا رقم ثاني نفتخر به تفتخر به تونس ويفتخر به الاتحاد الدولي للاتصالات هذه الأرقام بالنسبة إلى ندوة مختصة هي مؤشر للأهمية البالغة التي تبديها حكومات ودول العالم لموضوع المؤشرات وخاصة مؤشرات الاتحاد الدولي للاتصالات ذات العلاقة ببناء مجتمع معلومات متكامل ويسعدني بصفتي الشخصية كمهندس في الاتصالات وبصفتي الرسمية ككاتب دولة مكلف بالاقتصاد الرقمي أن أتولى رئاسة أشغال هذه الندوة العالمية 15 للاتحاد الدولي للاتصالات وأشكر الاتحاد وأشكر السيد الوزير بتعييني أن أكون رئيساً لهذا المؤتمر وهي في الحقيقة مهمة أقبل تحملها بكل اعتزاز وأنا على يقين بأننا سنعمل جميعاً أن تكون هذه الندوة محطة ناجحة بكل المقاييس تحقق أهدافنا وتحقق أهدافنا جميعاً وإيماناً منا بضرورة خدمة مصالح شعوبنا وتطوير قطاعنا الحيوي وتعزيز دوره في النسيج الاقتصادي العام إذ أن أشغال ندوتنا 15 ستمتد على 3 أيام وهي في الحقيقة فترة قصيرة جداً لطرح كل هذه المواضيع ولكن مع ذلك سنحاول بمساعدتكم طرح ما يمكن طرحه وستكون محاور هذه الندوة حول 8 مواضيع المهم فيها هو 3 مواضيع مهمة جداً وهي تعزيز مناخ استثماري صحي مع بيانات أفضل وبيانات واضحة ودقيقة وشفافة المحور الثاني هو البيانات الكبرى لقياس مجتمع المعلومات والتفكير حول تطوير هذه البيانات كما اقترح السيد الوزير وكما يقترح الاتحاد الدولي لهذا المؤتمر أما المحور الثالث المهم فهي طرح المقاييس الجديدة للنطاق العريض والأمن السيبرني الذي نعتبره محور مهم جداً باعتبار تحول الاقتصاد وتحول الإدارة وتحول التعامل المجتمعي والتعامل الاقتصادي إلى الفضاء السيبرني فإنه مطلوب منا حراسته ومطلوب منا أن نحدد المقاييس الدقيقة حتى نقول أن هذا المجتمع قد تقدم وهذه الدولة قد تأخرت أنا على يقين أن كل هذه المواضيع إلى جانب الورشات الفنية الأربعة
التي ستنظم كل يوم بداية من الساعة 4 مساء ستكون فرصة لتحسين المؤشرات الإحصائية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية لبلادنا ولبلدان العالم. بالإضافة إلى هذا البرنامج، أدعوكم إلى زيارة المعرض الموازي المنظم في القاعات المخصصة في الطابق الأرضي، وهو المعرض المخصص للشركات الراعية لهذا المنتدى والشركات المختصة في هذه الحلول والأنظمة في ميدان تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. في الختام، أجدد ترحيبي بكل وشكري لكل الذين حضروا وكل الذين سيشاركون لهذه الأيام الثلاث في هذه الندوة، متمنياً لأشغالنا النجاح والتوفيق لما فيه صالح شعوبنا، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.